السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله بالفيديو ده نشرح مع بعض الهرمونات النباتية. الهرمونات النباتية اللي هي معروفة باسم الأوكسينات، والأول من أشار إليها كان العالم بويسن جينسون. بص، هو احنا كده كده اصلا يعتبر خدنا درس الهرمونات النباتية بس بصيغة او بشكل غير مباشر لما كنا بندرس الحركة في النبات. بمعنى احنا كان عندنا مثلا اربع انواع من المؤثرات. كان عندنا مؤثر اسمه اللي هو الضوء، مؤثر الضوء، وكان عندنا مؤثر الرطوبة اللي هي المية، الرطوبة بتاعة التربة، وكان عندنا مؤثر الجاذبية، وكمان كان عندنا مؤثر اللمس. انا عندي النبات بتاعي هقسمه لجزئين، ركز معايا كده. النبات بتاعي هقسمه لجزئين بشكل عام كده، عندي جزء اللي هو الساق، وعندي جزء اللي هو الجذر. الساق ده الاوكسينات لما بتتراكم فيه بتزود من نموه. الكلام ده على فكرة الكلام ده كله يعتبر مراجعة من درس الحركة في النبات. بس احنا قبل ما ندخل على الهرمونات، يعني احنا مش هنضيف اي معلومات جديدة، احنا يعتبر بنراجع الدرس بتاع الحركة في النبات مع إضافة المعلومات البسيطة، شوية معلومات بسيطة كده، ونربط الأفكار بعضها. فدلوقتي أنا هقسم النبات لجزئين، جزء ساق. الساق ده لما بتتراكم فيه الأوكسينات بتزود من نموه، والجدر، الجدر ده لما بتتراكم فيه الأوكسينات بتقلل من نموه. هو عامة علميا مش دي الأدق حاجة، المفروض إن احنا علميا في صيغة تانية هي الأدق وهقول لك عليها في الآخر، بس تعالى ناخدها خطوة بخطوة. احنا قلنا هنقسم النبات بتاعنا لجزئين، جزء ساق وجزء جدر. بص كده معايا، ده مثلا هيكون خط سطح الأرض، ده كده سطح الأرض، خط سطح الأرض، خط سطح الأرض، ومعايا أربع مؤثرات قلت لك عليهم: الضوء، والرطوبة اللي هي الماء، والجاذبية، واللمس. طيب، وقلت النبات بتاعي هقسمه لجزئين، أدي كده النبات بتاعي لجزئين، جزء اللي هو الساق اللي هو فوق التربة، وجزء اللي هو الجدر. وفي الرطوبة برضه نفس الفكرة، جزء الساق اللي فوق التربة وجزء الجدر اللي هو تحت. لا تعالى كده نرسم دي كويس. طيب نفس الفكرة هنا، بس الجاذبية عشان أشوف تأثير الجاذبية لازم النبات يكون محطوط في الوضع الأفقي. أدي كده النبات بتاعي في الوضع الأفقي، ونفس الفكرة برضه، أدي الساق وأدي الجدر. طيب بالنسبة للضوء أو لمؤثر الضوء، أنا هعرض النبات ده للضوء من جانب واحد، يعني مثلا هاجي من الجنب ده كده وأبدأ إن أنا أعرضه للضوء. أهو الشمس تتعرض له، مصدر للضوء أو الشمس من جانب واحد. الأوكسينات، طبيعة الأوكسينات عاملة زي البني آدمين بالظبط، يعني مثلا البني آدمين ما بتحبش الضوء، بتهرب من الضوء، بتحبش الشمس، بتهرب من الشمس، بتحب المية، بتروح تشرب المية، بتمشي مع الجاذبية. يعني مثلا لو انت نطيت من الدور الاولاني هتمشي مع الجاذبية، ما بتحبش اللمس والتلزيق. يعني انا باختصارا كده ان الاوكسينات عاملة زي البني ادمين بالظبط. فانا دلوقتي جبت نبات وعرضته لمصدر ضوء بس من جانب واحد. احنا قلنا ان البني ادمين ما بتحبش ليه؟ ما بتحبش الشمس. فنفس الفكرة الاوكسينات، الاوكسينات ما بتحبش الشمس، فتبدأ ان هي تهرب من الشمس وتروح للجنب البعيد، تروح للجنب البعيد اهو. فأصبح دلوقتي إن أنا بقى معايا جنبين، جنب ناحية الشمس، جنب كده ناحية الشمس أو جنب الضوء أهوت، وجنب بعيد عن الشمس، يعني جنب ناحية المؤثر وجنب بعيد عن المؤثر. الجنب البعيد عن المؤثر هو اللي تراكمت فيه الأوكسينات، خلي بالك دي اسمها ساق وده اسمه جذر. فالأوكسينات تراكمت في الجانب البعيد عن المؤثر لأن الأوكسينات ما بتحبش الضوء. احنا قلنا في الساق الاوكسينات لما بتتراكم بتعمل ايه؟ بتزود النمو، بتزود من معدل النمو. فالجنب ده كده هيزيد من معدل النمو بتاعه، لكن الجنب ده النمو بتاع معدل النمو بتاعه هيقل، فاصبح ان ده كده عمال بيزيد اهو، بيزيد، والتاني بيقل بيقل، فيحصل انتحاء لناحية مين؟ لناحية المؤثر. علشان كده اقول ان الساق منتحي ضوئي موجب، الساق ده بيكون منتحي ضوئي موجب. طيب تعالى ننزل تحت عند الجدر. لما نروح عند الجدر هنلاحظ ان الاوكسينات نفس الفكره، ما بتحبش الضوء فراحت للجنب التاني، فحصل لها تراكم في الجانب البعيد عن المؤثر. بس الاوكسينات لما بتتراكم في خلايا الجدر بتقلل من النمو،
فاصبح دلوقتي الجنب ده هيقل نموه، انما الجنب التاني هو اللي هيزيد نموه. فتلاقي عملت كده، حصل انتحاء بعيد عن المؤثر. فاقول ان الجدر ده بيكون منتحي ضوئي سالب. طيب لو ما فهمتش معايا انقل معايا على الفكره التانيه. بالنسبه للرطوبه، انا عندي الرطوبه اللي بيتاثر بيها اللي هي ممكن نقول عليه الانتحاء المائي على فكره. اللي بيتاثر بيها هو اللي بيمتص الميه. الساق عامه ما بيتاثرش بالرطوبه، ما بيتاثرش بالميه اللي بتكون موجوده في التربه. يعني في شويه ميه مثلا موجودين في التربه هم H2O. الاكسنات بتحب الايه؟ بتحب الميه، فتبدا الاكسنات تروح ناحيه مين؟ تروح ناحيه الميه. ده في خلايا فين؟ في خلايا الجدر. فاصبح دلوقتي هقسم خلايا الجدر لجنبين، جنب قريب للضوء وجنب قريب للمؤثر وجنب بعيد للمؤثر. فالاكسنات قلنا ان هي بتحب الميه، فتروح للجنب اللي بيكون فيه ايه؟ اللي بيكون الميه ناحيته، فتبدا تتراكم في الجنب ده كده. فلما تتراكم في الجنب ده، لما بدأت ان هي تتراكم في الجنب ده، احنا قلنا ان ده ايه؟ ده جذر. طيب الاكسنات لما بتتراكم في خلايا الجذر بتقلل النمو، فده كده يقل معدل النمو، وده يزيد معدل النمو. فتلاقي ان ده نمو هو عمال بيزيد والتاني نمو وقف. فحصل انتحاء ناحية مين؟ ناحية المية، ناحية الرطوبة، ناحية رطوبة التربة، ناحية المية. يعني كده راحت ناحية المؤثر، فأقول ان الجذر منتحي مائي موجب لأنه راح ناحية المؤثر. طيب ندخل بعد كده على المؤثر الثالث وهو الجاذبية. نفس الفكرة، أنا هقسم النبات بتاعي إلى ساق وجدر. طيب وناحية الجاذبية، احنا قلنا الأكسنات بتبقى شبه البني آدمين، يعني بتقع مع الجاذبية فتلاقيها بتنزل لتحت كده أهي. تمام، هنا بدأت الأكسنات إن هي تنزل لتحت، فتراكمت في الجانب اللي تحت. الأكسنات حصل لها تراكم في الجانب اللي تحت أهو، في خلايا الجدر وفي خلايا الساق. بس احنا قلنا في خلايا الساق الاكسنات لما بتتراكم بيزيد معدل نموها، فيبدا ده يزيد معدل نموه وده يقل معدل نموه، فيحصل انتحاء لفين؟ لفوق اهو. فراح بعيد عن مؤثر، بعيد عن مؤثر الارض، فيبقى الساق ده منتحي ارضي، منتحي ارضي سالب لانه راح بعيد عن المؤثر. طيب والناحيه التانيه بالنسبه للجذر، بدات الاكسنات تتراكم في الجزء ده، وقلنا الاكسنات لما بتتراكم في خلايا الجذر بتقلل من نموها، فده نموه يقل، لكن ده نموه يزيد، فيحصل لها انتحاء ناحيه مين؟ ناحيه الارض كده. فهي راحت ناحيه المؤثر، فقول ان الجذر ده منتحي ارضي موجب. طيب نروح للمؤثر الثالث وهو اللمس. خلي بالك اللمس حاجه والانتحاء اللمسي حاجه تانية خالص. اللمس يعني احنا بنتكلم هنا على فكره على حاجه اسمها انتحاء لمسي. يعني انا قصدي هنا باللمس ان ده مؤثر بيسبب حاجه اسمها الانتحاء اللمسي، طبعا بيكون سببها بين الاكسنات. لكن في حاجه تانية اسمها اللمس اللي بتكون موجوده في نبات المستحيل. طيب ايه اللي بيحصل في لما يكون في مؤثر لمسي؟ يعني مثلا ولنفترض ان في التربه صخره، في التربه هي دي كده صخره موجوده في التربه عند الجدر، وفوق ولنفترض في دعامه صلبه، سور او طوبه او خشبه او دعامه صلبه ايا كان. طيب الاكسنات قلنا عامله زي البني ادمين، ما بتحبش اللمس والتلزيق والكلام ده كله، فتبدا ان هي ايه؟ تروح بعيد عن المكان اللي فيه لمس، فتبدا ان هي تهرب من المكان اللي فيه لمس. فاصبح دلوقتي معايا جنبين، جنب ناحيه المؤثر اهوت، جنب عند المؤثر وجنب بعيد عن المؤثر. فالاكسنات تراكمت بالنسبه للساق ده كده الساق اهوت وده كده الجدر. فلما يحصل تراكم في الجنب بتاع في المكان ده، ده ساق، احنا قلنا ان تراكم الاكسنات في خلايا الساق بيزود النمو، فده كده نمو يزيد وده نمو يقف، فهتبدا ان هي تلف حوالين مين؟ تلف حوالين الدعامه الصلبه. ده اللي احنا بنشوفه فين؟ بنشوفه في حركه الشد بالمحاليق، الشد بالمحاليق. طيب بالنسبه لتحت، احنا قلنا الاكسنات تراكمت بعيد اهيت عن مين؟ بعيد عن المؤثر. لما تراكمت بعيد عن المؤثر، احنا قلنا الاكسنات لما بتتراكم في خلايا الجدر بتقلل من نموها، لكن بتزود نمو الجانب التاني، فالجانب ده هو لنموه يزيد ويحصل انتحاء بعيد عن مين؟ بعيد عن المؤثر. عشان كده لما يكون في صخرة في التربة بنلاحظ ان الجدر بيسيبها ويبعد عنها. طيب احنا كده رجعنا حركة الانتحاء في النبات. فدلوقتي اللي حصل معانا، انا اللي يهمني معايا دلوقتي الانتحاء في الساق. دي صورة كده بتوضح لنا ان في نبات اهوت بيتعرض للضوء
بشكل ايه؟ بشكل رأسي. فمش هيحصل اختلاف في توزيع الاكسونات، يعني مش هيحصل انتحار. فتلاقي طبعا مفيش اختلاف في توزيع الاكسونات، فهنا مثلا تركيز الاكسونات بقى 50 وهنا تركيز الاكسونات 50، فحصل نمو بشكل ايه؟ بشكل رأسي. وده نبات تاني اتعرض للضوء بس من جانب واحد، فقلنا ان الاكسونات بدأت ان هي تهرب فتراكمت في الجانب البعيد فزودت من النمو. فهو الخلية، بص حجم الخلية زودت من حجم الخلية، شايف حجم الخلية كان عامل ازاي هنا؟ وهنا بدأ حجم الخلية ايه؟ يزيد. هي زودت من معدل النمو، زودت من معدل النمو، فراحت ناحية الايه؟ راحت ناحية الضوء. وهنا في كذا يعني في منحنيات بيانية محتاج ان انا اوضحها لكم كويس جدا، وهي ايه؟ بص كده انا هرسم لك منحنيين وحاول ان انت تطلع معايا العلاقة الصحيحة. بص كده معايا، الجانب البعيد عن المؤثر ده انا هرمز له او هشد له مثلا خط باللون، ولنفترض باللون مثلا الاخضر اهوت. طيب ده مين؟ ده الجانب البعيد عن المؤثر. والجانب القريب للمؤثر اللي هو ناحية الشمس اهوت هرمز له بالرمز مثلا او هلونه باللون الازرق. حلو خالص. في المنحنى الاولاني انا هكتب لك ان ده معدل النمو، او ممكن نقول عليها سرعة النمو. لكن في المنحنى الثاني الرأسي هكتب لك عليه طول الساق. ركز كده معايا. بص اللي بيحصل ان قبل النبات ده ما يتعرض للضوء من جانب واحد، كان الجانب البعيد اللي هو باللون الاخضر معدل النمو بتاعه اهوت مثلا ونفترض انه ثابت، والجانب ونفترض يعني والجانب برضه القريب للمؤثر برضه كان ثابت. ركز معايا، نفس الفكره برضه تحت، كان طول الساق قبل النبات ما يتعرض لضوء من جانب واحد كان ثابت، والجانب التاني اللي هو بعيد عن المؤثر اهوت كان ثابت. وهنشد الخط مثلا ده، خط البنفسجي ده كده، هنقول عليه ده عند تعرض النبات لضوء من جانب واحد اهو، دي اللحظة او ده يبقى الزمن على فكرة، وده الزمن. الخط البنفسجي ده بيعبر لي عند تعرض النبات للضوء من جانب واحد، دي اللحظة اللي النبات تعرض لها للضوء من جانب واحد على المنحنيين على فكرة. طيب ايه اللي هيحصل في معدل نمو الجانب البعيد عن الساق اللي هو باللون الاخضر ده اهو؟ ايه اللي هيحصل لمعدل، خلي بالك بقى، معدل النمو بتاع الجانب البعيد عن الساق هيحصل له زيادة في معدل النمو، زيادة في معدل النمو. طيب ايه اللي هيحصل في معدل نمو الجانب القريب للمؤثر؟ الجانب القريب للمؤثر، ايه اللي هيحصل لمعدل نمو الجانب القريب للمؤثر اللي هو باللون الازرق ده اهو؟ معدل النمو بتاعه هيقل، معدل النمو بتاعه هيقل. يعني ولنفترض دلوقتي ان مثلا ان الجانب البعيد ده كان ماشي، معدل النمو بتاعه كان ماشي بسرعة 50، كان ماشي بسرعة 50 اهو، وده برضو كان ماشي بسرعة 50، لما جاله الضوء من جانب واحد زود السرعة بتاعت الـ50 دهيت ووصلها مثلا لـ70، فأصبح إن حصل إيه؟ زيادة في معدل النمو. لكن ده كان ماشي بسرعة كام؟ بسرعة 50، فحصل فبقى يعني حصل إن النبات ده اتعرض للضوء من جانب واحد، فمعدل النمو أو سرعة النمو بقت 30. طب كانت 50 وبقت 30، يبقى إيه؟ يبقى أقل. فدي العلاقة اللي بتعبر لي عن معدل النمو في الجانب البعيد عن المؤثر والجانب القريب للمؤثر. طيب بالنسبة لطول الساق تعالى كده شوف، لما النبات بدأ ان هو يتعرض للضوء من جانب واحد، ايه اللي هيحصل لطول الساق في الجانب البعيد؟ لا هيزيد، وهيزيد بكمية كبيرة جدا اهو. معدل الاستطالة ممكن نقول عليه، بدل طول الساق هنقول معدل الاستطالة. النبات ده بيطول، ايه اللي بيحصل في استطالة الساق؟ فقال لك ان الجانب البعيد بيحصل له استطالة بنسبة كبيرة جدا اهيت. طيب انت عارف بقى اللي باللون الازرق ده هيحصل له استطالة بس بنسبة قليلة، يعني برضه هيحصل له، اصل مش معقولة ان هو نموه هيوقف، لا هيحصل له استطالة بس بنسبة ايه؟ بنسبة قليلة. فده كده الفرق ما بين المنحنيين.
هنا انا كتبت لك سرعة النمو او معدل النمو، ده معدل النمو بتاعه الجانب البعيد، معدل النمو بتاعه زاد اهو، لكن الجانب القريب للمؤثر معدل النمو بتاعه قل، كان ماشي بسرعة 50 وبقى ماشي بسرعة 30 ماشي. لكن لما قلت لك معدل الاستطالة او طول الساق، الجانب اللي كان بعيد عن الساق لما راحت للاكسينات زودت الطول اكتر زيادة عن اللازم، فاصبح ان هو زاد اهوت، طول الساق زاد. طب التاني طول الساق هيقل، مفيش حاجة اسمها طول الساق يقل، مفيش حاجة اسمها خلية كانت كبيرة والخلية بقت تصغر، ابدا. لا، خلية كبيرة ممكن تكبر بس بكمية قليلة، فهو ده اللي حصل فعلا، وده اللي حصل. طيب نيجي بعد كده للعالم اللي توصل لكلمة الهرمونات النباتية اللي هي الأوكسينات، واللي بالمناسبة أشهرهم هو أندول حمض الخليج، أندول حمض الخليج، واللي ممكن إن إحنا نقول عليه برضو نافسول حمض الأسيتك، نافسول حمض الأسيتك، حمض الأسيتك. مين اللي توصل للكلام ده كله؟ كان العالم بويسن جينسون. قال لك ان الاوكسينات دي بيتم افرازها من حاجتين، الاوكسينات بيتم افرازها من مكانين، اول مكان هي القمم الناميه، تاني مكان هي البراعم النباتيه، البراعم النباتيه هي دي اللي بتكون ايه؟ اللي بتكون اوكسينات. طب هو وصل لكده ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، في مثلا نبات زي ده كده، النبات ده بيكون عنده براعم نباتية، ركز معايا في الصورة دي، النبات ده بيكون عنده براعم نباتية، البرعم اللي فوق ده اهو، شايف البرعم ده كده؟ اسمه برعم قمي، أو ممكن نقول عليه اسمه برعم طرفي، برعم إيه؟ برعم طرفي. لكن أنت عارف لو في برعم جاي من الجنب هنا كده، المنطقة دي اسمها منطقة الإبط، المنطقة دي اسمها منطقة الإبط أهيت، فممكن أقول عليه برعم إبطي، برعم إبطي. فانا عندي الاوكسينات بيكون مصدرها حاجه من اتنين، يا اما براعم نباتيه والبراعم في منها برعم طرفي وفي منها برعم ايه؟ برعم ابطي، يا اما القمم الناميه. طيب البرعم الطرفي ده بيكون ايه؟ اوكسينات، والبرعم الابطي بيكون اوكسينات، والاوكسينات دي بتزود من النمو بتاعت الخلايا، خلايا النبات. حتى مثلا ممكن نضرب مثال كويس جدا، يقول لك مثلا لو انت زارع شجر مثلا في البيت، صف شجر كده ولا حاجه في البيت، والشجر ده عمال يطول وانت مش عايزه يطول، ايه اللي بيحصل؟ انت بتجرح من فوق كده وتبدا ان انت تقطع مين؟ تقطع البرعم الايه؟ البرعم الطرفي او البرعم القمي. لما بتقطعه خلاص كده مش هيحصل استطاله في خلايا الساق، مش هيحصل استطاله في خلايا الساق، ولكن هيحصل استطاله في الجنب، يبدا تبدا الشجره دي تطلع اهي، تطلع حاجات من الجنب اهي، تطلع ورق وحاجات من جنب، لكن ما يحصلهاش استطالة. ليه؟ لأن أنت قطعت أصلا البرعم اللي بيكون الأكسونات في القمة أهو، البرعم القمي أو البرعم أنت قطعته خلاص، فمش هيكون الأكسونات، فمش هيحصل نمو من ناحية الإيه؟ من ناحية الـ من ناحية الجزء القمي ده. طيب البراعم النباتية، بالنسبة للبراعم النباتية وبالنسبة للقمم النامية، أنا بقول عليها حاجة اسمها أعضاء الاستقبال، الاتنين مع بعض بقول عليهم أعضاء الاستقبال. ايه موضوع اعضاء الاستقبال ده؟ وايه برضو حاجه اسمها اعضاء الاستجابه؟ لان انا عندي بقيه اجزاء النبات، سواء كان مثلا حاجه زي الصاج او الجذر او الكلام ده كله، بقول عليها اعضاء الاستجابه. طيب تعالى افهمك يعني ايه اصلا كلمه اعضاء استجابه، ويعني ايه كلمه اعضاء استقبال. بص احنا لما كنا في سنه تانية خدنا حاجه اسمها الاحساس في الانسان، لما جينا ندرس الاحساس في الانسان خدنا مثلا طبقة من طبقات الجلد، يعني لو نفترض كده ده كده الجلد بهوت، جلد بتاعي في مثلا شعر اهيت، شعر بتطلع من الجلد اهيت، ده كده شعر طلع من الجلد، فبيكون تحت الجلد ده في مثلا عضلة اهيت، دي كده عضلة، الجلد ده بيتصل بيه أعصاب، دي كده عصب اهوت، وبرضو العضلة دي بيتصل بيها عصب اهوت. دلوقتي انا لو جيت مثلا جيت عند الجلد كده وبدات ان انا اشك مثلا في دبوس، حطيت دبوس في الجلد، فالجلد هو اللي بيحس، هو اللي استقبل الاشاره، فانا بقول على الجلد ده ايه؟ عضو استقبال، فيبدا ان هو ينقل الاشاره، انا حسيت، فيبدا ان الاشاره في خليه عصبيه حسيه، بديك اسمها خليه عصبيه حسيه. طيب انا لما دلوقتي شكيتك في الجلد ده، انا او مثلا حد شكني في الجلد ده، انا وظيفة الجلد ان هو استقبل الاشارة وبدأ ان هو ينقلها
في خلية عصبية حسية، فقلت على الجلد ده إن هو عضو إيه؟ عضو استقبال. بعد كده راحت الإشارة لمين؟ راحت الإشارة للمخ، فالمخ بدأ يدي إشارة تانية بقى حركية لمين؟ للعضلة. فالعضلة استجابت لمين؟ لأوامر المخ. ده كده المخ، العضلة استجابت لأوامر المخ، فبقول على العضلة عضو استجابة. تمام، يبقى كده العضلة اسمها ايه؟ عضو استجابة. فالعضلة هي اللي بتتحرك، فبقى دلوقتي عندي عضو استقبال استقبل الإشارة، استقبل المؤثر، وبدأ يدي إشارة للمخ عن طريق خلية عصبية حسية. المخ بدأ بعد كده يدي إن هو يدي أوامر بقى، أوامر تنبيهية لمين؟ لأعضاء الاستجابة، اللي بالمناسبة ممكن يكون عضلة وممكن تكون كمان غدة، بنقول عليها أعضاء الإيه؟ أعضاء الاستجابة، بيكون متصل بيهم أعصاب إيه؟ أعصاب حركية. ممكن أقول لك هو ليه أصلا، ليه يعني ليه بيتصل بالغدة أو بالعضلة أعصاب حركية؟ هتقولي لأنهم أعضاء استجابة. طب والجلد ليه بيتصل بأعضاء حسية؟ هتقولي لأنه عضو استقبال. هو نفس الفكرة برضو في النبات، النبات بيكون عنده ادي كده النبات اهوت، وادي كده مثلا الجدر بتاع النبات. النبات ده بيكون عنده قمة نامية، دي اسمها القمة الايه؟ القمة النامية. القمة النامية دي بنقول عليها عضو استقبال، عضو استقبال. والساق ده بنقول عليه عضو استجابة، يعني الساق ده كده هنقول عليه عضو ايه؟ استجابة. فمثلا انا دلوقتي لو جبت النبات ده وبدات ان انا اعرضه للضوء بس من جانب واحد، في مثلا مصدر ضوء اهوت جاله من جانب واحد، فاصبح دلوقتي ان الاكسنات هتبدا ان هي ايه؟ تهرب للجانب البعيد. خلاص احنا عرفنا المسلسل ده، عرفنا الفكره دي كلها، تبدا الاكسنات تهرب للجانب الايه؟ البعيد. اهي بدات تهرب للجانب البعيد. فدلوقتي انا هقسم لك الحته دي كده لاربع اجزاء، وابدا ان انا ارقمهم لك واقول لك ده كده واحد، دي كده خلايا واحد، دي كده خلايا اتنين، دي خلايا تلاتة، ودي خلايا أربعة، وأقول لك مين الخلايا اللي هيحصل لها زيادة أو زيادة في معدل النمو بتاعها، هي الخلية واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة؟ بص، في ناس كتير هتتلخبط وتقول لي اللي هيحصل لها مثلا أربعة وتلاتة، في ناس كتير تتلخبط وتقول لك أربعة وتلاتة. بص، احنا قلنا إن احنا معانا عضو إيه؟ عضو استقبال، ومعانا عضو استجابة، اللي معدل النمو بتاعه معدل النمو بتاعه بيزيد هو الاستجابة بس. فالأكسنات قلنا إن هي هتعدي للناحية التانية وتبدأ إن هي تتراكم في الجنب ده كله. طب مين اللي هيستجيب؟ مين اللي معدل النمو بتاعه هيزيد؟ اللي معدل النمو بتاعه هيزيد هي خلايا عضو الاستجابة، اللي هو كام؟ اللي هو رقم ثلاثة. خلايا عضو الاستجابة كان حجمها صغير على فكرة، عادتها ما بيزيدش، حجمها كان صغير كده، مرة واحدة لما راح لها الأكسنات زودت حجمها، فحجمها بقى كبير، زودت حجمها فحجمها بقى كبير. طب أمال أربعة؟ طب ما عندها أكسنات. أيوة عندها أكسنات بس، وكل حاجة، بس ده أصلا عضو استقبال مش عضو استجابة، ده عضو استقبال يعني مش بيستجيب للمؤثر، هو دوبك يستقبل المؤثر، بعد كده يبعت الإشارة لعضو الاستجابة، عضو الاستجابة هو اللي بيبدأ يستجيب الإشارة دي، وهو اللي حجمه بعد كده بيزيد. فيبقى الخلايا اللي هيحصل لها زيادة كبيرة في معدل استطالتها أو زيادة كبيرة في سرعة النمو بتاعها هتكون الخلايا رقم ثلاثة اللي بتكون موجودة في عضو الاستجابة. وبالمناسبة هنا بقى دلوقتي هرسم لك منحنى هيفهمك برضو ايه اللي بيحصل بالنسبة لما جيت قلت لك انا هقسم النبات ده الى جزئين، جزء اللي هو الساق وجزء اللي هو الجدر. وقلت لك ان الاكسينات لما بتتراكم في خلايا الساق بتزود من معدل النمو، ولما بتتراكم في خلايا الجدر بتقلل من معدل النمو. وقلت لك علميا المعلومة دي ناقصة حاجة، ايه هو بقى الحتة اللي ناقصة حاجة؟ انقل معايا كده، بص ده كده منحنى هرسمه لك اهوت، وهكتب لك على الافق كده تركيز الاكسينات، ده كده تركيز الاكسينات، وهنبدأ ان احنا نرقم مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بص كده الجدر، الجدر اهوت
مثلا لو في كمية صغيرة من الأوكسينات بتزود معدل النمو بتاعه، وبعد كده بتلاقيها قللت معدل النمو بتاعه، ده كده الجذر اللي باللون الأخضر ده كده بيعبر لك عن الجذر. الجذر قمة أو قمة النشاط بتاعه أو القيمة المثالية للنشاط بتاعه لما كان تركيز الأوكسين عنده كام؟ 2. طيب الساق هنعبر عنه إزاي؟ الساق هنعبر عنه يقول لك أدي كده الساق مثلا باللون الأحمر أهوت، يبدأ معدل الاستطالة بتاعه يزيد لما زود له شوية في الأكسونات، فهو يبدأ إن هو يوصل كده. فالعلاقة اللي أنا كنت قايل لك عليها دلوقتي اللي هي دي، أنا كان قصدي مثلا عند التركيز 4، لما يكون عند التركيز مثلا 4. بص كده تركيز الأكسونات عند النقطة 4 بيعمل إيه على خلايا، بص اللي باللون الأحمر ده يكون الساق. تركيز الأكسينات عند النقطة 4 بيعمل إيه؟ بيأثر إزاي على خلايا الساق؟ هتقولي بيأثر بالتنشيط أهو، بينشط أهو. طب نفس التركيز 4 ده بيعمل إيه على خلايا الجذر؟ هتقولي بيأثر بالتثبيط أهو، بيثبط من نمو خلايا الجذر. دي النقطة اللي أنا كان قصدي عليها، لكن علميا هي دي الرسمة الأصح، إن أنا عندي الجذر دهيت، الجذر دوت بياخد برضو الاكسونات دي بتأثر بتزود من نموه، بس عند نقطة معينة بتزود من نموه لحد ما يوصل لنقطة معينة اهيت، بس بيكون عدد صغير جدا، وبعد كده تبدأ ان هي لو زاد عن 2 مثلا اهوت، او زاد عن حد معين كده، بنقول الحاجة لما تزيد عن حدها بتقلب ضدها، تمام. هو اخره 2، زودت عن 2 يقلل من معدل النمو. انما الساق لا، الساق بقى ايه؟ الساق تبدأ كل ما تزود مثلا يزود تزود تزود لحد مدى كبير، لحد مثلا 6 اهوت، يوصل لحد 6 بيزود معدل نمو مين؟ نمو خلايا الساق. طب برضو زودت بعد 6 وبعد 7 وبعد 8 هيبدأ يقل معدل نمو الايه؟ نمو الساق. لكن الحته اللي انا قلت لك عليها دهيت، ان تراكم الاكسونات في خلايا الساق بيزود النمو، وتراكم الاكسونات في خلايا الجذر بيقلل النمو، قلت لك ان هي ناقصه حاجه، ودي كانت الادق لما كنت بشاور لك عليها. انا كان قصدي مثلا على نقطه زي كده، النقطه دي بتزود في الساق اهي وبتقلل في الجذر. طيب نيجي بعد كده نشوف التجارب اللي عملها العالم بويسن جينسون، اللي بالمناسبة تعالى كده في معلومة عايز اقول لك عليها برضو، دي فكرة سؤال كويسة جدا. بص الرسمة دي، احنا قلنا ان انا عندي عضو استجابة وعضو استقبال، ركز معايا كده في المعلومتين دول. احنا قلنا ان عضو استجابة هو اللي بيستجيب، فهو اللي بيحصل له استطالة، هو اللي بيحصل له ايه؟ استطالة. وعندي حاجة اسمها عضو استقبال اللي هي مين؟ القمة النامية. طيب بص كده معايا، انا هرسم لك منحنيين فيهم فكرتين كويسين جدا، انت كده ان شاء الله هتفهمه. بص المنحنى الاولاني والمنحنى التاني، عشان خاطر يبقى انا كده قلت لك كل الافكار بتاعة الدرس ده. نمسح المنحنى التاني ده ونرسمه احسن شوية. بص في المنحنى الاولاني ده انا هقول لك ان بيحصل في استطالة، بص كده لخلايا هي استطالة، فاقول لك ان ده اسمه اوكسين واحد، وده منحنى اوكسين اتنين. الاوكسين واحد اللي باللون الاحمر ده، بص كده اللي باللون الاحمر ده هو الاستطالة، واللي باللون الازرق ده هو الانقسام. قلت لك ان الاوكسين واحد بيأثر على خلايا معينة فبيزود الايه؟ الاستطالة، بس الانقسام بتاعه ماله؟ ثابت. الانقسام ماله؟ ثابت. الاوكسين اتنين ده بيزود الانقسام، بيزود الانقسام لحد معين وبعد كده بيقلله، بس انت عارف الاستطالة ثابتة. شفت كده انا معايا اوكسينين اهوت، الاوكسين ده بيأثر في مناطق او بيشتغل في مناطق معينة فبيزود معايا مين؟ بيزود الاستطالة، او تزود لي الاستطالة اهي اللي باللون الاحمر، قلنا الاستطالة باللون الاحمر، فزود لي الاستطالة. طيب وثبت لي مين؟ ثبت لي الانقسام اهو، الانقسام ثابت. طيب كلام جميل. والاوكسين اتنين ده أثر على مين؟ أثر على الانقسام، زود الانقسام لحد مدى معين بعد كده قل، المهم ان هو اثر على الانقسام، بس الاستطالة ثابتها، الاستطالة ثابتة ما زادتش.
فانا عايز اقول لك بقى، انا معايا منطقتين، منطقة الاستقبال اللي هي القمة النامية، ومنطقة تانية اللي هي منطقة الاستطالة او الاستجابة اللي هو مين؟ الساق. فاجي اقول لك، هو الاكسين واحد ده، الاكسين واحد ده بيشتغل في القمة النامية ولا بيشتغل في الساق؟ تيجي تبص كده تقول لي ان الاكسين واحد ده بيزود الاستطالة، هي الاستطالة دي كانت بتحصل فين؟ او بيزود الاستطالة اللي زادت دي كده، الاستطالة دي كانت بتحصل فين؟ بتحصل في اعضاء الاستجابة. يبقى كده الاكسين واحد ده بيأثر على خلايا الساق. طب الاكسين اتنين ده، قالك الاكسين اتنين ده بيزود في الانقسام، بس الاستطالة ثابتة، الاستطالة بتكون ثابتة. طالما الاستطالة ثابتة وبيزود في الانقسام، من الخلايا اللي بتنقسم هي الخلايا بتاعة القمة النامية، لأنها هي اللي بتنمو، فالنبات عمال يطول بيطول ويطول يطول ازاي؟ عن طريق انقسام القمة النامية. يبقى الأكسين اتنين واحد ده بيأثر على مين؟ بيأثر على القمة النامية. دي فكرة برضو من الأفكار، علشان لو قابلتك في المسائل تبقى فاهمها. طيب فاضلنا بقى شوية أفكار صغيرين كده، ونبقى خلصنا الدرس ولمينا الدرس ده كله في شوال. بص كده معايا، العالم بيرسون جينسون عمل بقى مجموعة من التجارب. فبدأ مثلا ان هو ايه، قال لك انا هجيب نبات، ركز معاك في الحتة دي، قال لك انا هجيب نبات، والنبات ده هعرضه، الحالة الاولى هيت هعرضه للضوء من جانب واحد اللي هو ده اهو. فبدأ ان هو يتعرض للضوء من جانب واحد، فبدأت الاكسينات تهرب للجانب البعيد. فمثلا تركيز الاكسينات هنا 65 وتركيزها هنا 35، فدي يزيد معدل النمو بتاعها وده يقل معدل النمو بتاعها، فيحصل لها انتحاء اهو. ده نبات طبيعي عادي خالص. طيب في التجربة التانية، برضو عرض النبات لضوء من جانب واحد، بس غطاه بورق معدني، يعني غطاء حاجب للضوء، غطاء حاجب للضوء، يعني مش هيحصل اختلاف في توزيع الاكسينات، بس هيحصل تكوين اكسينات. خلي بالك بقى، هيحصل تكوين اكسينات، فاصبح الاكسينات بتتكون عادي خالص، بس ما بيحصلهاش اختلاف. فهنا 50 وهنا 50، فال50 دي هتطول لفوق وال50 دي بتطول لفوق عادي خالص، فيحصل نمو، بس نمو ايه؟ بشكل رأسي، نمو بشكل رأسي اهو. طيب جيت هنا في التجربة الثالثة، وقال لك انا غطيت مين؟ انا غطيت عضو الاستجابة. طب وسبت الاستقبال زي ما هو؟ انا قلت لك انا معايا عضو استجابة وعضو استقبال، فانا لما غطي الاستجابة ما عملتش، كأني ما عملتش اي حاجة خالص، الاكسينات في القمة النامية هتترحل، فهنا بتركيزها 65 وهنا 35، فيحصل طبعا تبدأ ان هي تنزل لمين؟ تنزل بعد كده لخلايا الساق، فتعمل انتحاء عادي خالص. طيب دي كانت تجربة من التجارب. طيب في تجربة تانية العالم برضو بويسون جينسون عملها، وهو بصوا كده التجربة دي، وهو انه برضو عرض النبات ده، بص بقى كده اهو، النبات ده عرضه للضوء، كل النباتات على فكرة بيعرضها للضوء من جانب واحد اهو. ففي التجربة رقم واحد، راح قاطع القمة النامية، قطعها قصها خالص، فأصبح دلوقتي أصلا مفيش أكسينات، فدلوقتي لا ولا هيحصل انتحاء ولا هيحصل نمو، لا يحدث استجابة للنمو ولا يحصل انتحاء، لأن أساسا مفيش أكسينات. خلي بالك هنا مش هيحصل نمو، هنا مش هيحصل إيه؟ نمو. لكن أنت عارف أنا لما غطيتها بغطاء أسود، بص كده الصورة دي، لما جيت غطيتها بغطاء أسود حصل نمو، ما حصلش انتحاء بس حصل نمو. لكن انا هنا في الرسمه دي قطعت القمه الناميه، وفي الحاله دي اصلا مفيش ايه، مفيش نمو ولا انتحاء ولا نمو. طيب ماشي، في التجربه رقم اتنين، هو راح قاطع القمه الناميه بس حط جيلاتين، حاجز من الاجار او الجيلاتين، وخلي بالك الاجار والجيلاتين مواد منفذه للاكسينات، مواد ايه؟ منفذه للاكسينات، وطالما منفذه الاكسينات يعني هنا الاكسينات هتعدي عادي خالص، فتبدا تترحل الاكسينات، فيبقى هنا 65 وهنا 35، ده يزيد نموه وده يقل معدل النمو، فتبدا ان هي تنتحي ناحيه مين؟ ناحيه الضوء، يبقى كده حصل انتحاء. في التجربه رقم 3، حط يعني قص القمه الناميه، وحط يا اما زبده كاكاو ومره صفيحه مايكا، وخلي بالك الاثنين غير منفذ، الاثنين غير منفذين، غير منفذين لمين؟ للاكسينات، ما بيعدوش اكسينات، فتبدا الاكسينات تترحل الناحيه دي، فيبقى هنا 65 وهنا 35، بس تيجي تعدي ما تعديش،
مش عارفة تروح للساق اللي هو أصلا عدو الاستجابة، فمتروحش العدو الاستجابة. نفس الفكرة برضو في صفيحة المايكا، نفس الفكرة، ما تروحش العدو اليمين، ما تروحش العدو الاستجابة. فبرضو في الحالة دي كده كأننا قطعتها بالظبط، كأننا قطعتها في تجربة واحد. فبرضو ولا هيحصل انتحاء ولا هيحصل نمو، لا تحدث استجابة ايه؟ نمو. مش هيحصل استجابة نمو. طيب، في تجربة برضو من ضمن التجارب اللي عملها العالم فينت، وهو ان جاب قطعة من الاجار، قطعة من الايه؟ من الاجار، والقطعة دي بيكون فيها اوكسينات، بس حطها على جانب واحد، فالاوكسينات اللي موجودة في قطعة الاجار بدأت ان هي تنزل هنا كده، فحصل اختلاف في توزيع الاوكسينات، بقى هنا مثلا 65 وهنا مثلا 35 مثلا، على فكرة ده ارقام تقريبية، فحصل زيادة في نمو الجانب ده وقل نمو الجانب ده، فحصل انتحار. برضو من ضمن التجارب اللي حصلت، هو ان انا هجيب نبات واغطيه بغطاء زجاجي غير منفذ، غطاء زجاجي منفذ للضوء، ودي اخر تجربة واخر حاجة اقول لك عليها كده، ان انا هجيب مثلا دي كده اهوت نبات عادي خالص، ودي كده قمة نامية، بس القمة النامية دي انا هغطيها بغطاء منفذ، خلي بالك اهو، بغطاء منفذ، ده كده غطاء زجاجي منفذ للضوء، واجي اعرض النبات ده للضوء من جانب واحد، عادي الضوء هيعدي وهيحصل انتحاء اهو. حاجة اعرضه للضوء مثلا من هنا كده من جانب واحد، الضوء يعدي عادي خالص اهوت، هيعدي وتبدأ الاوكسانات بعد كده تهرب للجانب الايه، تبدأ ان هي تهرب للجانب البعيد، فتروح هنا كده، تروح هنا كده، فيبدأ طبعا ده يزداد معدل النمو بتاعه، ده يقل معدل النمو، فيحصل لها انتحاء عادي خالص. وبكده نبقى خلصنا الدرس ده، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.